الشيخ مقبل رحمه الله فعل ما لم يفعله الشوكاني ولا الصنعاني. طبعا ما الشيخ يعني لم يستطع يعني محمد بن علي الشوكاني أن يقدم وأن يخدم أهل السنة ونصرة السنة في 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 اليمن كما نصرها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. وكذلك لم وكذلك محمد بن أمير الصنعاني خدموا يعني قدموا خدمات جليلة وانتشروا، ولكن نشرة السنة ونشرة معتقد أهل السنة ونشرة السلفية في كل اليمن من أولها إلى آخرها كل اليمن استطاع أن يغير يعني المجتمع اليماني من مجتمع عنده عقائد وقبورية وأمور كثيرة، لأن الرجل هذا الشيخ له اهتمامات في مسائل التوحيد، له اهتمامات في السنة وصحيح الحديث من سقيمة، فعمل تجديد في اليمن، أتى إليه الطلاب من أصقاع الدنيا، المصريين، الجزائريين، الليبيين، وكل الجنسيات، كويتيين، من كل الجنسيات. الدرس يعقد فيه الآلاف، قد يصل إلى 10,000 طالب في آخر عمره، وناس جالس هناك اعتزلت الدنيا ما عندها شيء، والذي يعتزل الدنيا يحفظ بسهولة، يخرج الناس. ثم انتشروا في جميع أنحاء الدنيا، تجد الآن في أمريكا مسجد مقبل بن هادي الوادعي، تجد له تلاميذ من الأمريكان من كل الجنسيات في العالم.